أحبك ربي وبالحب يسمو فؤادي وقلبي، تهب ضلوعي وتدنو دموعي ويهفو خشوعي. أحبك ربي، سرى في خيالي وفكري وبالي، يروف بحالي عليه اتكالي، ويرقى منالي إليه منالي. أحبك ربي، تطوف سنيني يفيض حنيني ويخبو أنيني له اشتياقي، مدى العمر باقي لوعد التلاقي. أحبك ربي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة المغرب، فخرج من المسجد من خرج من الناس، وعقب من عقب، بقوا في المسجد، وما هي إلا لحظات، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل نحوهم مسرعا، قد حفزه النفس وارتفع نفسه من شدة إسراعه إليهم، وقد شمر حتى بدت ركبتاه صلى الله عليه وسلم. يا ترى ما هو ذلك الأمر الذي عاد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من أجله بهذه السرعة يريد أن يدركهم؟ دخل عليهم وقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة وينظر إليكم ويقول: انظروا إلى عبادي، قد قضوا فريضة لي وينتظرون فريضة أخرى. هكذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن الله عز وجل يباهي بهم الملائكة، وأن الله ينظر إليهم، وأن الله عز وجل فرح ببقائهم في المسجد، قد قضوا فريضة المغرب وينتظرون فريضة العشاء، لأن المساجد بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أولئك الذين تعلقت قلوبهم ببيوت الله يتوضؤون فيحسنوا الوضوء، يسرعون إلى بيوت الله عز وجل فيسيروا بسكينة ووقار. وقد جاء في الحديث أن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم جاء إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، فإن الله يتبشبش له كما يتبشبش أهل الغائب لمقدمه. فيا لله عندما يرحب بك ربك ومولاك، ومن أنت أيها المؤمن؟ عبد من عبد الله، مخلوق حقير من خلق الله، ومع ذلك يفرح الله بمقدم العبد لبيت من بيوته. وفي الآخرة يوم يقوم الخلائق بين يدي رب العالمين، وتبدل هذه الأرض والسماوات، ويؤتى بجهنم تحيط بالخلائق من كل مكان، وتأتي الشمس على رؤوس الخلائق، يظل الله عز وجل فئاما من خلقه، من بينهم ذلك الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد ببيوت الله، عاش في الدنيا محبا لله، عاش مع الله، فأظله الله يوم القيامة في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله ولا باقي إلا وجهه. في المساجد ينتظر المحبون الصلاة، فإذا بالذنوب تكفر، وإذا بالدرجات ترفع، وهذا مما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا والسيئات، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة. فذلكم الرباط. ولذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون على الصف الأول ويمكثون في مسجده صلى الله عليه وسلم مع إرهاقهم وإجهادهم وعناء يومهم، قد صلوا المغرب ينتظرون صلاة العشاء، تخفق رؤوسهم من شدة الإرهاق والنوم، ينتظرون أن يصلوا لربهم صلاة، وهم في ذلك الموقف ما زالوا في صلاة.
وجاء من بعدهم السلف الصالح من صحابة وتابعين وتابعيهم يعيشون مع الصلاة، حتى قال أحدهم: والله منذ أسلمت ما أذن المؤذن إلا وأنا على طهارة مستعدا للصلاة. وذاك الآخر عامر بن عبد الله الذي أحب الصلاة فسأل ربه ميتة حسنة، وكان أبناؤه يتعجبون من تلك الميتة الحسنة. فلما أذن المؤذن لصلاة المغرب في آخر حياته وكان مريضا يهادى بين الرجلين، قال: خذوني للمسجد. قالوا: قد عذرك الله. قال: أسمع منادي الله ينادي ولا أجيب. فأخذوه ووقف في الصف يهادى، فلما سجد قبض الله روحه ليبعث يوم القيامة، وقد كان آخر ما كان عليه في الدنيا أنه يصلي لله في بيت من بيوت الله. أحبك ربي وبالحب يسمو فؤادي وقلبي، تهب ضلوعي وتدنو دموعي ويهفو خشوعي. أحبك ربي، سرى في خيالي وفكري وبالي، يروف بحالي عليه اتكالي، ويرقى منالي إليه منالي. أحبك ربي، تطوف سنيني يفيض حنيني ويخبو أنيني له اشتياقي، مدى العمر باقي لوعد التلاقي. أحبك ربي.